بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أمين يا كريم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أي نشاطات دنيوية أرضى ربي، سرية ولا العلنية، ارض بالك. ماكش معنا مع من يجوز في حقي النسيان أو الغفلة أو التيهان، ارض بالكم. الله ليس كما يصور لكم شيطانكم اللي يريد أن يؤذيكم ويجهلكم حقوق الله. وين حقوق الله؟ ضاعت، لأنه إبليس أراد أن تجهلوا حقوق الله. ومن منكم اليوم يوحد حقيقة؟ ومن منكم يصلي فعلا بكل تأمل وكل اجتهاد وكل خجل من الله؟ وهذا هذه صفة الإحسان ليس لكم فيها حق، أو حاجة بسيطة لثواني أو نانو ثانية. خطيكم الإحسان. المحسن هو من يعبد الله كأنه يراه، فإن لم نكن نراه فهو يرانا، وكيف لا يرانا وهو الرب العليم بكل شيء، والخالق كل شيء، ومحرك كل شيء، ومثبت كل شيء. وينكم أنتم من مفاهيم صحيحة عن المولى سبحانه وتعالى؟